في شأن آخر، أعلن قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان تأييدهم لمشروع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الذي سيضم دول الرابطة والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. وأعلن قادة آسيان عن معارضتهم لجميع الإجراءات الحمائية في التجارة الدولية. وحذر قادة آسيان خلال القمة التي عقدت الأحد في بانكوك من أن النزاع التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة يهدد بضرب اقتصادات بلدانهم القائمة على التصدير. وألقت حرب السموم الجمركية المتبادلة بين بكين وواشنطن بظلالها على توقعات النمو العالمي. وحذر الخبراء من أن أي خفض للإنفاق في أكبر قوتين اقتصاديين في العالم قد يوجه ضربة قاسية لدول جنوب شرق آسيا. كما قال رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان في ختام القمة إن رياح الحمائية تضر بنظامنا التجاري القائم على التعددية. وشدد على أن آسيان ستطرح خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة في اليابان مخاوفها إزاء النزاع التجاري القائم. كما أعرب قادة آسيان عن تأييدهم لاتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الذي أطلق عام 2012 وكان يجب أن يصبح أكبر اتفاق تجاري في العالم، لكنه تعثر ولم يدخل حيز التطبيق. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف نادية حلمي خبيرة الشؤون الآسيوية. أستاذة نادية أهلا بك. أهلا بك يا فندم. تصريحات هؤلاء القادة في قمة آسيان التي ذكرت في سياق الخبر، تعقيب حضرتك عليها. يعني ما أود التأكيد عليه هو أن قمة الآسيان تعد واحدة من أهم الشركاء الرئيسيين للعديد من المؤسسات الهامة بما في ذلك قمة شرق آسيا والشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية التي تعد أكبر كتلة اقتصادية في العالم. قمة آسيان التي اختتمت أعمالها بالأمس في العاصمة التايلاندية بانكوك تعد بمثابة مؤتمر إقليمي آسيوي ودولي عالمي، لأن معظم أو عدد كبير من قادة العالم بيحضروا مؤتمرات القمة والاجتماعات لمناقشة مختلف القضايا والمشاكل العالمية. وبالتالي فإن رابطة دول جنوب وشرق آسيا اللي هي المعنونة برابطة الآسيان طرحت نفسها في الفترة الأخيرة كمنصة مركزية للتعامل حتى ليس فقط مع الدول الآسيوية المشاركة في عضويتها، وهم بالمناسبة حوالي 10 دول بالإضافة إلى طرح العضوية لآخرين للحضور كمراقب والحضور لاجتماعات القمة، بالإضافة اللي هي يعني ناقشت موضوع الحمائية والتعددية الاقتصادية العالمية، إلا أنها أيضا يعني ناقشت عدد كبير جدا من القضايا التي تهم منطقة آسيا والمحيط الهادي. و يعني ووصف الجميع نجاح هذه القمة بالأمس، خاصة أن هي بالإضافة إلى أن هي تطرقت لموضوع الحمائية والوقوف في وجه يعني النزاع القائم بين واشنطن ضد بكين من خلال رفع الرسوم الجمركية ضد بكين، إلا أنهم تحدثوا عن توقعاتهم بانخفاض النمو العالمي إذا ما استمرت تلك الحرب بين واشنطن وبكين. وقالوا اللي هم اللي يعني القادة والخبراء المشاركين يعني في قمة الآسيان قالوا إن أي انخفاض للإنفاق في أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم يوجه ضربة كبيرة جدا لاقتصاديات دول جنوب شرق آسيا. ويعني البيان الختامي بالأمس أكد على أنه ضد الحمائية المستمرة بلا هوادة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وشددوا على مفهوم التعددية واتكلموا عن يعني رفعوا الشعار الرئيسي لهذه القمة العمل يدا بيد في المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق، وأكدوا على أهمية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة اللي هي ما بين دول الإقليم بالإضافة إلى دول رابطة الآسيان والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبالإضافة أيضا إلى أستراليا ونيوزيلندا. يعني الأمر الذي يؤكد على أنه سيكون أكبر اتفاق يعني تجاري في العالم. وايضا يعني بتجد ان يعني ان بكين استغلت تلك الفرصه كي تعيد التاكيد على ان هي ستخفض الحواجز الجمركيه والتعريفات الجمركيه في المنطقه اللي هي منطقه دول جنوب شرق اسيا من اجل تسهيل الاستثمارات،
وعلى الجانب الآخر أيضا يعني تم تطرق إلى موضوعات سياسية وموضوعات الحدود، خاصة خطة إعادة أقلية الروهينجا التي لجأ آلاف من أفرادها إلى البنجلاديش هربا من الاضطهاد في بورما، وتطرقوا أيضا إلى الخلافات في بحر الصين الجنوبي. وتم التأكيد في البيان الختامي إلى أن الخلافات في بحر الصين الجنوبي يجب أن تحل بالطرق الودية، خاصة أن الفلبين قد يعني احتجت وهي من الدول المشاركة على مطالب الصين بالسيادة على هذا الممر الاستراتيجي. وتحدث الرئيس الفلبيني دوتيريتي عن خيبته لعدم تحقيق تقدم كافي يعني بين دول آسيا والصين، وتحدث عن ضرورة وجود مسودة لقواعد السلوك يعني لابد أن يخرج منها قادة الدول الآسيان يعني. وأيضا تحدثوا عن شيء آخر جديد ألا وهو مكافحة التلوث البحري، وأنا بعتبرها أن هي السابقة مهمة جدا للمنظمة. وخبراء بيئيين قالوا أو بيأكدوا أن هو على الرغم من تحذيرهم من مكافحة التلوث البحري إلا أن ذلك غير كافي للتصدي لمشكلة التكدس أو رمي النفايات في مياه المنطقة اللي هي منطقة دول جنوب شرق آسيا. يعني أعتقد أنها موضوعات جديدة لم يتم التطرق لها. ولكن هل يتم الالتزام بهذا البيان الختامي والالتزام بالقرارات التي تخرج عن هذه القمة، وخصوصا وأنه كان هناك إشارة كبيرة إلى مدى تأثر دول شرق آسيا بالحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة، أي أن هناك أطراف أخرى غير الموجودة في هذه القمة؟ يعني أعتقد القرارات ليست ملزمة بشكل كافي، وحتى هو بالأمس ما أعلنه رئيس الفلبين يعني أعرب بشكل دبلوماسي عن أن يعني عن أن يعني رابطة دول الآسيان لم تستطع أن تضع حد لتدخلات الصين على سبيل المثال في بحر الصين الجنوبي وادعائها السيادة على أجزاء كبيرة من هذا البحر. إلا أنه يعني على الجانب الآخر أنا بعتقد أن موضوع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي طرحها قادة الدول المشاركة يعني وخاصة تأييدهم لما يسمى مشروع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ويتكلموا عن ضرورة إيجاد منطقة تجارية حرة وخفض إن لم يكن إلغاء الحواجز والرسوم الجمركية بين تلك الدول المشاركة. أنا أعتقد أنه على المجال الاقتصادي والتجاري ربما كانت القرارات ملزمة يعني نتيجة لوجود مصلحة مشتركة للجميع يعني، وخاصة ان كافة قادة دول الاسيان اكدوا على ان يعني الاجراءات الحمائية في التجارة الدولية ولا سيما التي تفرضها واشنطن والنزاع التجاري القائم يهدد بضرب اقتصاديات بلدانهم القائمة على التصدير، فبالتالي وهم اكدوا على ان الرياح الحمائية وهو اللي أكد رئيس وزراء اليابان برايت شان أوشا قال إن هي الرياح الحمائية بتضر بنظامنا التجاري القائم على التعددية. ويمكن حاجة أخيرة إن أهمية انعقاد قمة الأسيان قبل انعقاد قمة العشرين المقبلة في اليابان 28 و 29 يونيو التي سيشارك بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ايضا انا بعتقد ان هي في فتره مهمه للغايه، خاصه ان هي بتطرح رسائل مهمه لابد من مناقشتها في قمه مجموعه العشرين القادمه، وخاصه مع وجود لقاء مرتقب يرتقبه العالم اجمع بين الرئيسين ترامب وشي جين بين يعني من اجل حل النزاع التجاري القائم الذي يهدد العالم. شكرا جزيلا لك يا استاذه ناديه حلمي خبيره الشؤون الاسيويه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الآن نذهب إلى فاصل قصير ونعود لاستكمال الآن، ابقوا معنا.